أول مؤتمر وطني للحركة الشعبية الجزائرية سيفضي لمحالة لانتخاب قيادة لن تخرج حسب مجمل التوقعات عن تجديد ثقة في الأمين العام الحالي للحركة عمار بن يونس. وحسب متتبعين للشأن سينافس عمار بن يونس نفسه نظير النجاح الباهر الذي حققته هذه التشكيلة السياسية الفتية في الموعد الانتخابي السابق التي حازت فيه على 7 مقاعد ورئاسة 91 بلدية من جهة في ظرف قياسي من تأسيسها، وكذا الثقة التي يوليها مناضلو الأنبياء لشخصه رغم خروجه من حكومة عبد الملك سلال التي كان يشغل فيها منصب وزير للتجارة من جهة أخرى. الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمار بن يونس وخلال خرجته الأخيرة على هامش المؤتمرات الجهوية بكل من وهران قسنطينة والعاصمة بدأ متفائلا كثيرا بخصوص الخارطة السياسية التي ستفرزها انتخابات 2017، والتي شدد بخصوصها على ضرورة الالتزام بخط الوحدة الوطنية. سنخوض حملة انتخابية نزيهة جديرة بالاحترام وبمستوى عالي. ندعو جميع المنافسين إلى انتهاج نفس الأسلوب، فالبلاد ليست بحاجة إلى الانقسامات والتشتت في الوقت الذي تنتظرنا تحديات عديدة، لكن الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار، لا تفاوض حولها ولا شك فيها. مناسبة اليوم كانت أيضا فرصة لبن يونس ليحذر الحكومة من مغبة الاستمرار في سياسة التصريحات فقط دون العمل الفعلي، خاصة وأن الوضع الاقتصادي للبلاد لا يزال في خطر. إذا استمر التردد واستمرت الأوضاع المالية للبلاد في التدهور كما يبدو مع الأسف، فلن يكون بالإمكان تجنب تدخل المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الوافمي. الركود يعني الصندوق النقد الدولي وليس السيادة الوطنية. هذا وحث عمار بن يونس المؤتمرون والمندوبون على أن يكون مؤتمر الحزب الأول ناجحا حتى يتمكنوا من مناقشة برنامج الحزب والإلمام بكل جوانبه. فهل سينجح بن يونس في رهانه هذه المرة على تحقيق مرتبة أفضل من المرتبة الثالثة التي حصل عليها في انتخابات 2012؟